إذا تحية لكل متتبعي قناة شوف تي في، تحية لكل من تابعنا على هذا البث المباشر من ضواحي قلعة أسراغنا، وبالضبط من دوار بوبكر جماعة الهيادنة إقليم قلعة أسراغنا، واللي موضوع هذا البث المباشر كما كتشوفوا معنا مشاهدينا مأساة في زمن كورونا. واحد السيد اللي عنده ربعة ديال الوليدات، وهو مريض بإعاقة كما كتشوفوا معنا. غادي ندوزو معاه هاد البث المباشر باش يحكي لنا الظروف اللي تعيشها في هاد الظرفية الاستثنائية اللي كتمر منها بلادنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي، أنت مباشرة على قناة شوف تي في. هز شوية الميكرو لفوق هكاك، احكي لنا المعاناة ديالك في هذه الظرفية هذه، قدمنا نفسك بعد، انت شنو العمل ديالك، شنو كدير باش بسم يعرفوك الله الرحمن المشاهدين. الرحيم، تفضل وهضر شوية بجدة سيدي. ديال الملك محمد السادس الله ينصره والله يعزه. بسم الله الرحمن الرحيم، وانا عام مسكين عيان، عندي وليدات وانا المراه، وكنمشي عند المحسنين وكيتعاونوا معايا، وراح تعطيني قال لي غادي واحد يهزني في الطريق، واحد يفوتني وانا عيان، وكنت مريض عندي شلال مرت 12 عام، ودابا عدت مرت 50 و52 وعقلي عيانه يعني قال لي 40 عام انت عندك شلل؟ و40 عام وانا لا عيان، إله وما إلا الله. كاينش من الكوبيه والدراري، والقرية عيانه والله يجبر، وانا عيان، انا الدراري تقهرت ما قديش، خاصني ذاك، خاصني هذا باش شحال ديال يكون الوليدات عندك؟ عندي اربعه الوليدات وانا والمراه، أربعة الوليدات اربعه يعني الوليدات صغار هما. دير كبير راه هو داك اللي قاعد لي، والله يجبر، وانا شوف القضيه عيانه عندي، وانا مسكين كان ذاك مكرفص، وما صفر نعطيه، ما كاينش اللي كيدير والو، انا كنشوف حاله كي دايره، ونطلبوا الله يجعل الملك ان شاء الله يطول لي العمر، وراه قضيه عيانه، ورحنا عايشين عكاك، والناس المحسنين يعطيوني من هوك ومن هوك، نمشي من هوك، واحد يهزني واحد ما يهزنيش، واخا قلت لي كنتي كتمشي كيهزوك في الكاميو، تتمشي للدار البيضاء، كتدور كتجمع داك الرزيق كتجيبو للوليدات. داك الرزيق من عمي كان جي ثاني المحطة يهزوني، كان جي ثاني الوليدات، داك الرزيق اللي كان جمع كان جي ناكل مع الوليدات ثاني، مني كان كمل داك الرزيق كان رجع ثاني من عمي، ودابا ودابا دقونيا هاد المرض ديال الكونورا جا، دابا دقونيا راني قاعد هادي ما تستمنى، كل ما تستمنى ندير ما تستمنى ذاك، حتى من زد ما الناس استافدت وانا زد ما استافدتش، واه الشرع عطا الله واحد، انا راه ما خصك ندير، راني تقهرت، ورا علاش ما استفتيش؟ علاش ما استفتيش؟ و درنا قيدنا المرة الأولى، الناس اللي قيدوا معايا الأولى راهم شادوا مرتين، وأنايا غير ندير واحد الشكاية أخرى، قوم درنا واحد الشكاية أخرى ثاني من نفس، قال لك صبور راه مزيانة ذاك، وحنا باقي نتسناو على الله، نطلبوا الله الله يجعل ربي يشفي ديال الخير. لا إلا دابا انت عيطت لينا باش تتعاونوا معاك المحسنين. ايوه خلى هذاك احس سيد استني في الفيسبوك و واخا سيدي، وتفضل دابا الناس كيتشوفك اشنو غتقول لهم؟ تفضل. ايوا سيدي المحسنين اللي بغينا زعما يتعاونوا معانا، ها كيفاش وكيفاش، راني عيان وعندي الوليدات، ما حركه عيانه ما صدق ندير، وما قديش نهرب على الدراري، والدراري ضاعوا ليا، وخاصني ناكل، وخاصني هادي، ومن عمي كنقول الناس استافدت وانا ما استافدتش، وهاني راني ضعت وصاي ما قديش كندير، نهار ناكل نهار ما عديش، ولا ما كاينش فين نمشي، ما كاينش، فهاد المرة تاني جا تاني رانا زايرنا هنا في الدار، ما صدق ندير، نمشي لعبد يقول لك انا ما عديش ولا هادي والو، القضيه الله يجعل ربي يدير الشتا ويدير الخير، و ما قديش ما كرهش ما صدق ندير، الدراري تقهرت، و الشرع عطا الله، فضل الله 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 يدير الشتا ويدير الخير. اللهم امين. اذا متتبعينا كما شفتوا معنا هذه الحاله الانسانيه ديال هذا السيد اللي تيقول انه يعني تصاب شلال ملي كانت عنده 12 سنه، ودابا عنده 52 سنه يعني 40 عام، وهو مقعد في هذا الكرسي المتحرك، واللي كيعاني في زمن كورونا، وتيقول لكم انه يعني باقي ما استفدش، وكيطلب منكم من ذوي القلوب الرحمه باش تعاونوا معاه ولو بالبارتاج. اذا متتبعينا كما شفتوا في الرقم ديال هذا السيد موجود في العنوان ديال هذا المباشر. متتبعينا الى هنا نصل الى نهايه هذا البث المباشر اللي كان من ضواحي قلعه اسراغنا، نلتقي في مباشر اخر ان شاء الله. تحيه للجميع.